حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من الهيئات، على الرغم من إعلان عبد المهدي الاستقالة، 100 قتيل وجريح بتواصل القمع الحكومي في ذي قار. في الزمان، الناصرية تشهد مجزرة والعشائر تطالب بمحاكمة قيادات عسكرية. القدس العربي، العراق جمعة أخرى دامية وحصيلة الاحتجاجات ترتفع إلى أكثر من 400 قتيل. من صحيفة البصائر نقرأ، المحافظات المنكوبة تعلن الحداد على ضحايا مجزرة الجنوب. نطالع في العربي الجديد، تظاهرات بغداد تؤكد مواصلة الانتفاضة على الرغم من استقالة عبد المهدي. الشرق الأوسط عنونت، موجة استقالات لمسؤولين عراقيين عقب قرار عبد المهدي. وفي اندبندت عربي، عبد المهدي يلوح بالاستقالة والعراقيون يحتفلون في ساحة التحرير. نشر صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا للكاتب المختص بشؤون الشرق الأوسط باتريك كوبيرن بعنوان لماذا لن توقف استقالة رئيس الوزراء العراقي الانتفاضة الكبيرة التي تلوح في الأفق. يرى الكاتب من خلال هذا التساؤل أن الثوار في العراق حققوا أول نجاح كبير لهم بإجبار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة من منصبه بعد يوم دام قتل فيها 45 مواطنا على أيدي قوات الأمن. الكاتب يضيف أن هذا الانتصار الرمزي باهظ الثمن إذ قتل عدد كبير من المتظاهرين، لكن عبد المهدي أظهر أيضا انعدام كفاءة في قيادة البلاد، كما أن النخبة السياسية يبدو أنها شديدة التمسك بالسلطة لدرجة تسمح لها بالقيام بالإصلاحات الجذرية التي يطالب بها المتظاهرون. ويقارن الكاتب بين حصيلة الضحايا المرعبة خلال 8 أسابيع في العراق بمقتل متظاهر واحد عن طريق الخطأ خلال مظاهرات هونغ كونغ التي بدأت قبل 6 أشهر، كما يقارن أيضا بين التغطية الإعلامية الموسعة والتعاطف الذي يحظى به المتظاهرون في هونغ كونغ بمظاهرات العراق غير المسبوقة. ويضيف، ربما اعتاد العالم على أنباء قتل العراقيين بأعداد كبيرة، لذلك لم يعد الإعلام يعتبر ما يجري ضمن نطاق الأخبار. ويقول الكاتب، لكن التاريخ تصنعه الكوارث التي لا تغطيها تقارير الإعلام، فالعنف الذي يراه البعض مؤثرا على العراقيين يحظى بقدرة على إحداث تغيير كامل في السياسة في منطقة الشرق الأوسط. ويؤكد الكاتب أن أهمية ما يجري تكمن في أن شيعة العراق كانوا ينظرون إلى إيران على أنها حليف ضروري في مواجهة تنظيم الدولة، لكن قبل شهرين تغير كل شيء. وأضاف الكاتب أن هذا التحالف ربما يكون قد انهار مع انتصاره بعد تورط الميليشيات الإيرانية في محاولة إنهاء التظاهرات وسحقها، وكانت هذه بداية التغيير الكبير المنتظر في الشرق الأوسط. لا يمكن وصف رحيل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بنقلة نوعية في بركان الثورة العراقية على النفوذ الإيراني إلا إذا عد شرخا أوليا في نظام المحاصصة الطائفية الذي تديره إيران. سلام سرحان ذكر في صحيفة العرب اللندنية أنه ينبغي الآن تأجيل جميع المطالب الأخرى المتعلقة بتعديل الدستور وقانون الانتخابات مؤقتا، والتركيز على منع تنصيب دمية إيرانية جديدة ورفع سقف المطالب إلى أقصاها بشأن الشخصية التي تتولى تكوين الحكومة ومن تختارهم للحقائب الوزارية. تأجيل جميع المطالب ضروري، لأن مسار تحديد الإصلاحات ومسار تنفيذها سوف يعتمد على استقلالية وكفاءة رئيس الحكومة الجديد وطاقمه الوزاري، والأهم من ذلك طريقة تعامله مع الاحتجاجات والتفاعل مع مطالبها والكشف عمن قتلوا المتظاهرين.
معظم العراقيين إن لم نقل جميعهم توقعوا نهاية دور عبد المهدي منذ الخميس، حين لم يعد بإمكان نظام الولي الفقيه في طهران ودولة الميليشيات التابعة له في بغداد مواجهة غضب الشارع العراقي بعد مجزرتي الناصرية والنجف. المشكلة أن أركان اللعبة لا تزال قائمة، ولم تأتي الاستقالة تحت ضغط جريمة المجزرتين أو غضب الثوار والغالبية الساحقة من سكان البلاد، وجاءت الوقاحة في أقصى درجاتها، كما كان متوقعاً بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن قرار عبد المهدي جاء استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها المرجع علي السيستاني، أي أنها لم تحفل بالشارع المنتفض والمجازر التي ارتكبت منذ بداية الشهر الماضي. مطالب الانتقال بالعراق إلى دولة مدنية لا تستقيم مع انتظار رأي المرجعية الدينية، رغم أن معظم من ينتظرون رأيها يقولون إن مواقفها سهلت على الأقل قيام الطائفيين والفاسدين بهدم الدولة على مدى أكثر من 16 عاماً، بل إن كثيرين يقولون إنها تبادلت الأدوار معهم لترسيخ الحكم الطائفي. ورأى الكاتب أن اتخاذ القرارات وحدوث التحولات السياسية بناء على إشارة من المرجعية وانتظار المطالبين بدولة المواطنة المدنية لتدخلها ينطوي على خلل فاضح، ويثير أسئلة صعبة بشأن من هو الحاكم الفعلي للبلد. لذلك ينبغي تأجيل الاحتفال بتراجع قوى المحاصصة الطائفية وتركيز الجهود على جبهة واحدة للتأثير في مسار تشكيل الحكومة وعدم تشتيتها على مطالب أخرى. تأتي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أول ردة فعل حكومية تجاه الحراك الجماهيري الواسع الذي يواصل نشاطه في العراق منذ نحو شهرين. وائل عصام يرى في صحيفة القدس العربي هذه الاستقالة تمثل استجابة ولو جزئية لمطالب المتظاهرين الذين يؤكدون في كل مناسبة أنه لا استقالة رئيس الحكومة وحده ولا حتى الحكومة كافية في نظرهم، فهم يسعون لتغييرات واسعة تشمل بنية النظام السياسي. على الرغم من أن السلطات العراقية انتظرت كل هذه الفترة وكل هذه الدماء من أجل البدء بأول خطوة وهي استقالة رئيس الحكومة، إلا أنها لا تشكل تغييرا حقيقيا ولا حتى تغيير الحكومة، لأنه سيعاد اختيار الحكومة ورئيسها من خلال القوى السياسية والحزبية نفسها التي تهيمن على السلطة التنفيذية بعد فوزها في الانتخابات. يبقى التغيير الجدي الجوهري الذي يمكن أن يمثل إنجازا للحركة الاحتجاجية هو الانتخابات المبكرة، ومن خلالها يمكن الإتيان بطاقم تنفيذي جديد لحكم البلاد. ولأن هذا الخيار يشكل خطرا على الأحزاب والقوى السياسية التي تهيمن على الحكم في بغداد، فإنها تخشى أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى خسارتها لمواقعها السيادية من خلال هبوط شعبيتها وصعود شعبية قوى وتيارات حزبية أقرب للمحتجين. وهذا المزاج الشعبي قد يمنع الأحزاب الكبرى من الاحتفاظ بحصصها في البرلمان العراقي. لهذا فإن الأحزاب الحاكمة تبدو وكأنها تحاول اللعب بأوراقها واللجوء لخطوات تهدئة لا قيمة كبيرة لها في البنية الأساسية للنظام السياسي، مثل تغيير رئيس الحكومة والإتيان برئيس وزراء من حزب آخر من الأحزاب الحاكمة، أو تغيير وزراء الحكومة قبل أن تضطر للذهاب للخيار الأصعب حاليا والأكثر كلفة وهو الانتخابات المبكرة. الكاتب يشير إلى أن المربع الأول الذي تسير فيه الحكومة والذي يلوح باستقالة عادل عبد المهدي لا يزال بعيدا نسبيا عن الوصول لخط النهاية المتمثل بإزاحة الأحزاب الكبرى، بل إن هناك كثيرا من الشكوك عن إنفاذ استقالة عبد المهدي. فالصيغة التي تحدث فيها عبد المهدي عن تقديم استقالته للبرلمان توحي بأن مجلس النواب بأغلبية كتله الكبرى ما زال يملك قرارا مغايرا وقد يرفض الموافقة على الاستقالة.
تحت عنوان من الناصرية الخبر اليقين. كتب فاتح عبد السلام في مقاله في صحيفة الزمان، إذ رأى الكاتب أن نظرية القمع الحكومي للتظاهرات لا تزال مبنية على أساس واحد، هو إعدام 10 في الشارع يرتدع المليون ثم يفرون ويتركون الأهداف التي خرجوا من أجلها في الوقوف بوجه الفساد الذي أصبح أكبر عنوان في العراق، وألحق العار بهذا الاسم المبجل لبلد التضحيات والعطاء والتسامح والخيرات والقلب الواحد. في الناصرية سقطت مع 10 شهداء نظرية أخرى تحمل منذ شهرين اسم المندسين، فالناس كانت ترى القتلى بعيونها وجها لوجه، ولم تعد وسائل التوتر التي أطلقها ضعاف النفوس من العناوين الكبيرة تجدي نفعا في الحجب والتضليل والإهام والتكذيب. من الناصرية في قلب جنوب العراق النابض برغم الموت المحدق جاء الخبر اليقين بأن النظريات القمعية هباء لا أمل لها في الحياة إلا في رؤوس عفنة لا تزال تختبئ هنا وهناك، مستغلة عنوان السلمية الذي توهموا أنه دعوة مجانية لقتل الأبرياء العزل، كونهم لا يملكون قشتي يدرؤون بها هذا الرصاص الحي الذي تطلقه جهات باتت معلومة أكثر من ذي قبل. من الناصرية قلب ذي قار اتضح الدليل تلو الدليل مع كل رصاصة نالت من شهيد عراقي في أن الفشل في إدارة البلاد هو الأمر الثابت الذي ينتظر التغيير من دون أي محاولة للف والدوران في أفلاك التهويمات اللفظية والشعارات التي سقطت قدسيتها المزعومة منذ زمان. واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد أن مدينة الناصرية هي ليست وحدها من تحمل العنوان الجديد للعراق النازف، وإنما هو كل الجنوب كما هي بغداد دائما ومن قبلها جميع مدن العراق المعذبة المنكوبة. قررت هيئة الإعلام والاتصالات إغلاق وإنذار أكثر من 18 محطة تلفزيونية عراقية وعربية وأجنبية بسبب تفاعلها مع التظاهرات المتواصلة منذ قرابة الشهرين. جاسم شمري رأى في موقع عربي 21 أن هذا القرار يمثل دخولا واضحا في مرحلة سد الأفواه بحسب تعبير الكاتب وإغلاق العيون التي تنقل الحقيقة وتدعو إلى بناء الدولة وحماية الإنسان، وخصوصا مع استمرار المجازر في غالبية مدن الجنوب ضد المتظاهرين السلميين. رغم قرار المنع لعشرات المنابر الإعلامية، ما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في نقل الحقيقة القاسية للعالم، ولبشاعتها لا يمكن لكل حر أن يتجاهلها. ولهذا لماذا نلقي اللوم على الناقلين للحقيقة؟ ولماذا لا نبحث عن أصل المشكلة، وهي أن هنالك قوات رسمية وغريبة تقتل شباب العراق؟ قرار هيئة الإعلام فيه إدانة كبيرة للحكومة، لأنهم لو اتهموا تلك القنوات بتزوير الواقع لأمكننا قبول مبررات القرار. أما المنع لنقل الحقيقة فهذه خطوة تدين الحكومة وتجعلها مسؤولة عن استمرار جرائم القتل والترهيب للمتظاهرين. كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تتعاطى مع قتل مئات المتظاهرين وجرح الآلاف؟ وبأي صيغة ستنشر الخبر؟ هل تقول إن آلاف العراقيين قتلوا وجرحوا من غير سبب وهم يتظاهرون ضد الحكومة؟ وكيف تنقل وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية تصريحات وزير الدفاع نجاح الشمري الذي أكد أن وزارته لم تستورد قنابل الدخان وأن هناك طرفاً ثالثاً يقف وراء قتل المتظاهرين؟ تقييد الإعلام لا يقل بشاعة عن قتل المتظاهرين، لأن كلا الحالتين هي قتل للإنسان، الأولى تمثل هدماً لفكره والثانية إهلاكاً لروحه. ورأى الكاتب في ختام المقال أنه رغم كل محاولات خنق الحقيقة اضطرت حكومة عادل عبد المهدي لتقديم استقالتها، مما يؤكد أن إدارة الجماهير لا تقهر بكل معاول وأسلحة العنف. العراقيون قالوا كلمتهم والجميع يترقب المرحلة المقبلة
التي يفترض أن تكون خالية من كل متهم بقتل وترهيب العراقيين وتدمير الوطن. لا يوفر أنصار إيران في لبنان والعراق وسيلة من أجل إجهاض الحراك الشعبي الذي دخل شهره الثاني في البلدين، وتختلف الأدوات في الساحتين. ففي حين أن الدم يسيل كل يوم في ساحات العراق، لا يزال الشارع اللبناني بعيدا عن الرصاص والبارود، مع أن الموقف وصل إلى درجة عالية جدا من الاحتقان، أكدتها منذ بداية الأسبوع الحالي تصرفات حزب الله وحركة أمل، والتي اتسمت بالعنف في الساحات لترهيب المتظاهرين. هذا ما ذكره بشير البكر في مقاله بصحيفة العربي الجديد. الملاحظ في كل من العراق ولبنان أنه كلما قطعت الانتفاضة شوطا على طريق تثبيت شعاراتها السلمية والديمقراطية، ارتفع منسوب القمع المسلط عليها، الأمر الذي ينذر بتداعيات غير محسوبة في المدى القريب، ويمكن أن يقود إلى انفجار واسع خصوصا في لبنان، حيث بدأ حزب الله وحركة أمل التهديد باستخدام السلاح من أجل فض الاعتصامات السلمية. وصدر عن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلام مباشر ربط فيه بين ما يحصل وأجواء الحرب الأهلية. يعبر خيار اللجوء إلى السلاح في العراق لقمع المتظاهرين السلميين منذ اليوم الأول للحراك الشعبي عن موقف إيراني صريح من الانتفاضة الشعبية التي رفعت شعارات ضد الطائفية والفساد والاستبداد. وحسب الظاهر حتى الآن يبدو أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تصعيدا في وتيرة العنف من أنصار إيران في محاولة لإنهاء الحراك في كل من العراق ولبنان وإفراغه من محتواه، ولكن الشارع في البلدين تجاوز حالتي الخوف والعودة إلى نقطة الصفر، وصار على إيران أن تدرك أولا أن القتل والتهجير لا يقدمان نتيجة، ولا يمكن أن يثني الناس عن الاستمرار في دروب الحرية. أضاف الكاتب أن أهم ما هو ملحوظ في الانتفاضتين اللبنانية والعراقية إدراك المخاطر والاستعداد لدفع الثمن من أجل الوصول إلى الهدف. ويبدو غير قابل للنقاش أن استمرار سقوط الضحايا في العراق ليوقف زخم الحراك، وأن الشارع اللبناني مصمم على الوصول إلى هدف الحرية. والأهم من هذا كله هو الإصرار على الخلاص من الكابوس الإيراني الذي خيم على المنطقة العربية منذ انتصار ثورة الخميني قبل 4 عقود. يشارك عراقيون وناشطون حول العالم في تحدي الصودا العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع الصوت دعما للمتظاهرين الذين يقتلون في الاحتجاجات بطرق عنيفة، لعل أكثرها رعبا اختراق قنابل الغاز المسيل للدموع رؤوس الشباب في ساحة التحرير ببغداد الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى. قد ذكر صحيفة العربي الجديد أن الناشط الأمريكي جون فيرسون أطلق قبل أيام حملة لدعم المتظاهرين العراقيين وتسليط الضوء على قمع القوات الحكومية المتظاهرين واستخدامها العنف ضدهم بالحث على نشر صورة مع علبة سوداء يحملها المشارك في الحملة إلى جانب رأسه في إعادة تصوير لقنابل الغاز التي اخترقت جماجم عدد من المتظاهرين قتلوا على إثرها. قد بدأت القصة في منشوره الأول مع صورته، قال فيه: من الصعب تخيل اختراق علبة الصودا هذه لجمجمتي. أصدقائي العراقيين، أشعر بالأسف الشديد من جراء هذا الكابوس، فخور بكم لأنكم تعينون بعضكم بعضا. سأستمر بمشاركة مشاعركم وقصصكم، نحن معكم. قبل الختام مشاهدينا إليكم مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد في رعاية الله.